حرب طاحنة أحرقت الأخضر واليابس، ولم تبقي سوريا إلا وقد تضرر منها، إما قتيلا أو جريحا أو نازحا أو على الأقل جائعا، وهي كذلك الأرض، فلم تبقى قطعة منها إلا واهتزت بقذيفة أو سقطت عليها مباني مدمرة. المنشآت الرياضية جزء من الأرض السورية، بل وجزء من محور الصراع العسكري الدائري فيها، فقوات النظام لم تدع هذه المنشآت الكبيرة المساحة إلا واستغلتها في عملياتها العسكرية، وجعلت منها مقرات عسكرية للتدريب ومستودعات أسلحة ومعدات حيناً، ومراكز تجمع وانطلاق حيناً آخر، واستخدمت بعضها كمخيمات نازحين، كما كانت مراكز الاعتقال وتحقيق. هذه الأسباب أدت لأن تكون هذه المنشآت في بعض الأوقات مسرحاً لاشتباكات مسلحة بين جيش النظام والجيش الحر، ما أدى إلى أضرار مادية فيها. الرياضيون السوريون الذين اختاروا أن يقفوا إلى جانب الثورة اجتمعوا في العاصمة المصرية القاهرة مؤسسين رابطة الرياضيين الأحرار، رابطة هدفها المحافظة على هيكلية الرياضة السورية حال سقوط النظام. هذه الرابطة وفي إطار متابعتها وبحثها الدائم أوجزت للعربية أبرز المنشآت السورية الرياضية التي تغيرت مهمتها خلال الثورة، فملعب العباسيين في العاصمة دمشق بات نقطة انطلاق عسكرية لعملية ريف دمشق، وهو الأمر الذي أصبحت عليه المدينة الرياضية في اللاذقية والملعب البلدي في بابا عمرو بجانب ملعب الحمدانية في حلب، وهو أكبر الملاعب السورية، فيما تحولت ملاعب بني ياس ودرعا واللاذقية إلى مراكز اعتقال وتحقيق. الرابطة عبرت عن قلقها لمصير مدينة تشرين الرياضية في دمشق، حيث مقر الاتحاد الرياضي العام الذي يضم بحسب الرابطة كل الوثائق والمستندات الخاصة بالرياضة السورية، وأي ضرر فيها قد يؤدي إلى ضرر في تنظيم وتاريخ ومستقبل رياضة البلاد. الرياضيون الأحرار ومن تخصصهم فتحوا قنوات الاتصال مع الائتلاف الوطني السوري المعارض وقيادة المجلس العسكري وكذلك كتائب الجيش الحر، اتصالات من شأنها إعداد خطة لتأمين المنشآت الرياضية والمحافظة عليها، وذلك في المناطق المحررة وبعد سقوط النظام، خطة تقول الرابطة أنها تمت وتحتاج إلى موافقة المجلس العسكري الأعلى من أجل البدء في تنفيذها. الرياضيون كجزء من السوريين ينتظرون يوما يهدأ فيه لهيب النار ليلملموا أشلاء الدولة ويبنوا سوريا المستقبل. مرتضى العلوي، العربية.